يعد شهر رمضان فترة علاج للجهاز الهضمي، إذ يمنحه راحة لأكثر من 14 ساعة يوميا، ولمدة شهر كامل يقوم خلالها الجهاز بتنظيف أجزائه المتعددة. لذا علينا أن ننتهز هذه الفرصة التي تأتينا مرة كل عام من خلال تناول الطعام الصحي المعتدل في وجبتي الإفطار والسحور دون الإفراط في الأكل. كما أن هذا الشهر فرصة لمن يريد خسارة الوزن أو على الأقل الحفاظ عليه، ويحتاج الصائم إلى نظام غذائي صحي متوازن ومتكامل يحتوي على جميع المركبات الغذائية الأساسية ويعوض الجسم عن السوائل خلال ساعات الصيام. فما هو هذا النظام وما أبرز عناصره؟ ضيفتي في الاستوديو الدكتورة فاطمة أبو كمال، استشارية تغذية وتنحيف، ستعرفنا عليه. فاطمة، صباح الخير لإلك. صباح النور ورمضان كريم ينعاد رمضان كريم. عليكم وعلى كل مشاهدينا. مرسي دكتورة. يعني بداية، طبعا شهر رمضان نحن بنعرف المتعارف عليه يمكن صار انه نبعد عن المأكولات ربما المشبعة بالدهون او حتى السكريات الى ما ذلك، ولكن انا حابة انه تعطينا هيك النصائح يعني خلال تناول وجبة الافطار والسحور وخلال ساعات الصيام او بعدها، اللي يمكن الناس مو كتير هيك منتبهي له. احنا اول شيء كخبراء تغذية اكيد بننصح بوجبة افطار متوازنة متكاملة بتحتوي على كل العناصر الغذائية الاساسية. يعني لازم الوجبة تكون بتحتوي على نشويات، على البروتينات، كمان الدهون. كتير منخاف من الدهون، هيك كلنا بنفكر انه ما لازم ناكل اشياء فيها دهون، بس بالحقيقة هو في اشياء فيها دهون بس هي دهون نافعة للجسم، يعني الجسم بيحتاجها خصوصا بفترة الصيام. هلا اول شيء نحن بنشدد عليه هو المي. عاده دغري الصايم على الافطار دغري بنشرب المي وبكميه كثير بكمية كبيره او كبيرة، صحيح. بدفعه كثير كبيره. هو عاده نحن لازم نبلش بنص كوب لكوب ماكسيموم، اوكي، وبدنا ناخذه تدريجيا. ثاني شيء اكيد لازم نكسر الصوم بحبتين لثلاثه من التمر. بالنسبه للتمر دائما بننصح، نحن هلا بتشوفي بالسوق على وجبه رمضان اكيد في التمر يلي بيكون فيه بقلبه جوز او لوز او فستق المحشي، حلبي. ايوه، هل هو اكيد منيح مفيد بس كمان عالي بالسعرات الحراريه، لانه نحن بدنا نضل ضمن السعرات الحراريه اللي لازم ناخذها. طبعا بتختلف حسب كل شخص معدل الايض عنده او معدل الحرق. ثاني شيء مثل ما قلنا بعد التمر المفروض ناخذ كوبايه لبن او اي عصير. هلا بالنسبه للعصاير كمان مثل ما بتعرفي هلا في الجلاب، التمر الهندي، هيدي مليئة كلها بالسكر عصاير هاي. اكيد مليئه بالسكر، منا محضره بالبيت، فنسبه حتى المواد الحافظه بتكون عاليه جدا لانه بيتم تحليلها بالمي. هلا دائما بننصح اكيد بعصير يكون محضر بالبيت، وفينا اكيد نحضر عصير ما نضيف اي سكر، نستمتع يعني بطعم الفواكه. ثاني شيء اكيد هلا في اشخاص بفضلوا انه ياخذوا الشوربه قبل الطبق الرئيسي صحيح. دغري، في اشخاص لا بيحاولوا انه يريحوا شوي، هي بكل الحالتين ما في اي مشكله. في الشوربة منيحة يمكن اكيد لأنه فيها كتير اكيد مي. منيحه بس الافضل انه تكون بدرجه حراره معتدله. هلا نحن بنسخن كثير 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 الشوربه بتكون كثير سخنه، لانه عاده بدنا نهيئ نحن هيدا الجسم يعني ما عم يدخل له اكل ولا شرب لمده 10 12 ساعه، فهن كتار كثير. ما فينا دغري تكون درجة حرارة كتير عالية أو كتير برودة كمان، بتكون معتدلة لحتى نهيئ ما يصير في عنا أي عسر بالهضم. منريح أكيد شي 10 دقايق، بعدين فينا ننقل لطبق السلطة، بعدين الطبق الرئيسي اللي بيكون مؤلف من نشويات ومن بروتينات يلي هي البروتينات الحيوانية. هلأ بالنسبة للسلطة نحن دايما بنعمل الفتوش أو التبولي يلي هن معترف عليهم، فينا صحيح. شوي نظهر من هيدا المألوف. يعني فينا نحط الافوكا بقلب السلطه يلي هي الدهون اللي فيها هي نافعه جدا منا ضاره، بنفس الوقت نحن عم ناخذ مكملات غذائيه، وكمان يعني الشخص عم بغير شوي لانه بدنا نبعد شوي عن العادات الغذائيه السيئه اللي كانت بتصير قبل شهر رمضان. بتعرفي هلا هي فرصه لحتى انه نحن نعود حالنا على اشياء صحيه حتى لو من حتكون 100%. يعني احنا صحيح. ما فينا نجي نجبر الاشخاص انه لازم ما تاكل هيدي ما تاكل هيدي، كل من كل شيء بس بكميات معتدلة. باعتدال. باعتدال ويمكن دكتورة فاطمة يعني بعض الأشخاص بيستغلوا الشهر الفضيل لحتى يمكن ينقصوا من وزنهم وزنهم أو على الأقل يعني إنه يحافظوا عليه، فشو هي الأشياء أو العوامل يلي بتساعدهم فعلا على خسارة الوزن؟ لأنه يمكن بتكون عندهم النية بس بيوصلوا لنهاية الشهر
وبيلاقوا انه وزنهم زاد. أكيد هلأ أكيد في عوامل كتير بتأثر على فقدان الوزن أو زيادة الوزن بشهر رمضان. أول شيء مثل ما كنا عم نحكي بالنسبة للأغذية، وكلنا صرنا بنعرف شو التبس أو شو النصايح اللي لازم إنه الواحد يتبعها. زيادة عن الغذاء طبعا ما حيكون بس ككمية كنوعية كقيمة غذائية. ثاني شيء بدنا ننتبه بس للرياضة بشهر رمضان، يعني في كتير أشخاص بيسألونا إنه ما بنقدر نعمل رياضة بنعطش كتير. أكيد فينا نعمل رياضة، ما مطلوبة رياضة يلي بتكون تجهد كتير الجسم. هلأ في عنا مرحلتين للرياضة، أول مرحلة ممكن تكون قبل الإفطار وما لازم تتخطى 30 ل 40 دقيقة، لأنه الكتلة العضلية بتصير بتخف عند الشخص. ودايما الأشخاص كل حدا بيكون عن جد قريب عليه أي دايتيشن، منيح إنه نعمل تحليل مكونات الجسم حتى نعرف أنت مثلا جسمك شو بحاجة بالضبط، هل بحاجة إنه نحن نعلي العضل أو نوطي الدهون في نزل الدهون. تمام. فلازم نعرف بالضبط، لانه في اشخاص بيعلى وزنه بشهر رمضان بس فعليا ما بيكون عالي من الدهون، بيكون عالي من الكتله الكتلة العضليه. العضلية، صحيح. فهذا شيء ما بخوفنا، بالعكس هذا شيء كثير منيح، بيعطينا شكل احلى للجسم واكيد صحه اكثر. وكمان ما فينا ننسى النوم، يعني لازم ننام عدد ساعات كافيه. هلا بتعرف الاشخاص من الافطار لحد السحور فايقين للساعه 3 او 4 كثير، لازم نريح اكيد الجسم. ودائما نحاول انه ناخذ وجبة خفيفة بين الإفطار للسحور. نعم. كتير كمان بننسأل إنه 3 وجبات كتير معقولة يعلى الوزن؟ أكيد لا، هي هيدي يلي بتسهلنا إنه ينزل الوزن لما صحيح. نكون عم ناخد وجباتنا تدريجيا. دكتورة فاطمة، أنا اسمح لي إني أتشكرك كثير على شكرا كتير النصائح لك. المفيدة. إذا الدكتورة فاطمة أبو كمال استشارية تغذية وتنحيف.